زي ما شفنا كده قد ايه التكنيك بيفرق في الموضوع، ان طبعا ادي شفنا الكوردات بنعزفها بشكل مبسط عامل ازاي، وشفنا نفس الكوردات بنعزفها فيها تكنيك شوية والصوت تماما مختلف عامل ازاي، وحتة برضو في السولو شفنا هي بسيطة عاملة ازاي وهي فيها شوية تكنيك عاملة ازاي. فطبعا التكنيك ده بيجي بالايه؟ بالتدريب. افضل اتدرب طول الوقت وحب الموضوع واصبر عليه، لان المزيكا حاجة يعني مش سهلة، مش بتاعت يوم وليلة، ده طول الوقت هتكتشف حاجات، طول ما انت بتتدرب هتلاقي حاجات احسن والكلام زي كده. فبس هنتدرب كتير طبعا، وهشوفكم على خير في حلقة جديدة. شكرا. ايه هو بقى السلم الجاز واللي بيستخدم في البلوز برضو اللي هنقدر نشتغل عليه؟ في سلم اسمه بنتاتونيك. بنتاتونيك ده مثلا هناخده من السي اللي هو كده، سي واي فلات وبعدين اف وبعدين جي وبعدين بي فلات وبعدين سي. في العربي بيسموه سلم خماسي اللي هو شبه الحاجات النوبي والكلام ده. طبعا ساعات بقى بنزود له حاجه اسمها البلوز نوت، فبنعمل كده 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 ودي بعدها وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي. ايه السلم الغريب ده بقى؟ السلم الغريب ده بيطلع منه حاجات خطيره جدا، فاهم حاجه، افضل طالع على نازل على السلم في الاول عشان اوريكم هيحصل فيه ايه. بعدين ما تلعبوش كده بس، زود عليه بقى مثلا ايه، نفس الحاجة بس هنا من الأعلى ونفس الحاجة بس من الأوطى، فيطلع لك الرينج بتاعه أكتر. فيديك الصوت الجازي ده أكتر شوية. طب ده نحط له كوردات ايه؟ مثلا أهي دي موجودة ودي موجودة ودي موجود، فينفع أحط الكورد ده. طب دي موجودة ودي موجودة ودي موجود، ينفع أحط الكورد ده؟ ده هتلاقيه اسمه سي ديمينيشت. طب دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة ودي موجودة ودي موجودة، فممكن أزود على ده وأحط دي، فيبقى اسمه سي ديمينيشت 7. تعال نشوف نغمات تانية، دي موجودة ودي موجودة، يبقى ينفع أحط ده، ممكن أحط معاهم ده كمان. فتقدر يبقى عندك كام كورد كده تشتغل عليهم. طب السلم ده ممكن يطلع منه إيه بقى؟ ممكن يطلع منه حاجات رهيبة، بس ده بيحتاج تكنيك طبعا وشغل جامد شوية. بص الحركة دي، نلعب ستايل هادي شوية نشوف هيعمل ايه. طبعا النوع ده من المزيكا بيحتاج سمع كتير ومذاكرة كتير وكده، ولازم تكون
يعني متقبل الحاجات، لان في ناس الحاجه النغمات دي في ودنهم بتنشز، تحس ان هو مش طبيعي بالنسبه له لانه ما سمعهوش كتير، كل اللي بيسمعه ميجر وماينر ميجر وماينر، او بتسمع شرقي بس فما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. نفس الكلام على فكره يعني في الناس اللي بيسمعوا انجليش بس طول الوقت، لما تيجي تسمعه جمله شرقي ما يحس ان هي ما يقدرش يسمعها. في ناس بتعتبر مثلا حاجات الشرق اللي هي فيها ربع تون وحاجات زي كده بتنشز في ودنهم، بتتعبهم في ودنهم، لان هي بتيجي من السمع. فعلى قد ما تقدر اسمع كل الانواع، اسمع جاز واسمع بلوز واسمع شرقي واسمع كل حاجه. انا يعني انا تقريبا ما فيش نوع مزيكا ما سمعتوش. في حاجات بحبها وبميل ليها اكتر من التانية، في حاجات ما قبلتهاش خالص. لكن لازم تسمع كل حاجة عشان ودنك تتعود كمان على الاختلاف، وتقدر تميز وتحب حاجات وتكره حاجات. لما تكره حاجات ده حاجة مفيدة جدا على فكرة، لأنك على الأقل عديت بالخبرة دي، فهتعرف إيه اللي هتحبه أكتر من حاجة تانية. فكل حاجة في المزيكا مفيدة، والسمع والتجربة مفيد جدا. بس كده كده خلصنا ليفل 2، إن شاء الله هشوفكم على خير بقى في ليفل 3، لأن احنا نبتدي نتعلم أغاني. شكرا.